أخبار اليوم. يعني ما الذي طبقتموه في هذه الرحلة بالتحديد بما لا يخل بالمعلومات؟ عملتم إيه وكنتم تهدفوا لإيه؟ وإزاي المرونة بينكم وبين اللي كان موجود في إنكم وصلتم للي أنتم عايزينه في إنكم تقدروا تسيطروا على الأمور بالشكل اللي ممكن يكون فيه مجال للتفاوض وحل الأزمة؟ أولاً هي أدق التفاصيل اللي حضرتك بتسأل عليها إحنا ما عندناش مشكلة إن إحنا نحكيها، بس لأن ما فيش حاجة اتعملت هتضر بأي حاجة، بالعكس هي كلها حاجات الحمد لله الواحد يفتخر بيها، لكن الموضوع ده كله لسه بيدفع للجهات الحكومية وللسلطات القضائية وفي دولتين مش في دولة واحدة. فأدق التفاصيل طبعا ما ينفعش انها تتحكي خالص لسه لغاية لما يسمح لنا عن طريق الدولة وعن طريق الشركة ان احنا نحكي أدق التفاصيل دي. الحضرتك اللي بتسألوا عليه اللي هي المعلومات البسيطة اللي احنا نحكيها، احنا الحمد لله كان في وسيلة اتصال بيني وبين الخاطف، انا كان لازم ان انا امنعه من دخول غرفة القيادة بأي شكل، ان هو لو وصل لغرفة القيادة ودخل فيها يبقى هو خلاص سيطر على كل حاجة. فانا تكليفي كان لفرد الامن ان هو يفضل واقف لي على غرفة القيادة ما يدخلوش خالص، وكان في وسيلة اتصال بيني وبين افراد الضيافة كنت ببلغهم بكل الحاجات اللي انا عايزها انها تتعمل والتفاوض اللي هو يعملوه مع الراجل الخاطف، وكانوا بياخدوها مني بتلقوها مني وبيبلغوها له كلها ويجي يدوني بعد كده فيدباك او اللي هو الراجل يعني ايه ردوده على اللي احنا الحاجات اللي انا طلبتها منه. والحمد لله هو كان الخاطف يعني كان متفاعل معانا، وكان في الضيافة كانوا على مستوى رائع بصراحة، عرفوا ان هم يعني يصاحبوه، عرفوا ان هم يتقربوا منه لدرجة حتى ان هم كانوا يعني بيعزموه على حاجات يشربها ويقعدوا يتكلموا معاه، انت مين ساكن فين بتاع شوية حاجات كده تفاصيل يعني، فهم هو ارتاح لهم حتى يعني ومن راحته حتى ليهم، حتى كمان في واحدة منهم طلبت قالت له طب ينفع صورك صورة ليه للذكرى، وهو الراجل كان يعني بعد ما ارتاح لهم يعني كان متجاوب في كل حاجة كنا نعملها، فبعد لما يعني حتى تصور الصورة دي بعتتها لي ورحنا احنا بعتناها بعد كده اللي انتوا شفتوها دي كلها.